أهلا بكم. حديثنا اليوم عن لبنان وحزب الله وعلاقته مع إسرائيل. لمناقشة هذا الملف معنا اليوم من لبنان أخونا العزيز الأستاذ طارق أبو زينب الخطاب، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ محمد، مرحبا بجميع المشاهدين وأيضا كل المشاهدين بالخليج العربي وبكل العالم وكمان بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة. شكرا لك أخي طارق. الإرهابي علي بن هاشم الحاجي الهارب إلى لبنان قام بتهديد سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، ما صحة هذه الواقعة وهذا التهديد وما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة اللبنانية؟ نعم، للأسف أستاذ محمد يسارع لبنان لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج العربي وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية، طبعا بعد المبادرة الكويتية يلي جزيهم الله خير لا هذه المبادرة اللي رجعت على العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية. المشكلة الكبير انه بهذه القضية دامت طبعا المقاطعة اشهر، يعني اشهر عديدة وكثيرة، ودخل لبنان الى منحى خطر بوقتها، يعني بعزل لبنان عن محيطه العربي. للأسف انتشر تسجيل صوتي لاحد افراد ما يسمى عصابة المعارضة السعودية في لبنان. هذه العصابة موجودين في لبنان للأسف، وطبعا مطلوبين لبلادهم وهاربين من العدالة بجرائم إرهابية في المملكة العربية السعودية. يتخذون للأسف لبنان مقرا وملاذا لهم، وهم تحت حماية ميليشيا حزب الله، وللأسف يعني هني بجهره وكل الوثائق وكل الصور بتأكد هني تحت حماية حزب الله. ما نشوفهم بالكبير من صور لهم مع مقاتلين من حزب الله، وأيضا بوثائق وعم يطلعوا هني جهره بيقولوا نحن ساكنين بالضاحية الجنوبية، وأيضا يعني على تويتر تبعي وتوجه هيدا علي بن هاشم سلمان الحجي عدد من الشتائم إلى وزير الداخلية اللبناني وإلى انتهاك السيادة اللبنانية. هؤلاء للأسف الإرهابيين موجودين في لبنان، هؤلاء أساءوا ويسيئون العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية لأن في قوة أمر واقع حضنتهم. طبعا هذا الإرهابي الفار من العدالة علي بن هاشم سلمان الحاجي هو مطلوب للسلطات السعودية للقضاء السعودي العادل بعدد من الجرائم الإرهابية، وطبعا كل ادعاءاته لهذا الشخص كذبة، لأن بمعلوماتي الخاصة يتمتعون أولاده وأطفاله وأهله وكل أقربائه يعني بالمملكة العربية السعودية بحرية تامة، وأيضا بعيش كريم وبرخاء. وهذا مثل تعرف المملكة العربية السعودية يعني لا تأخذ وزرة أخرى، يعني بالمدان يعني بس يلي بكون على حكم وهو يلي بكون ملاحق ومطالب. هم نعرف انه القضاء السعودي قضاء عادل وشفاف ولكن نعم. هذا الارهابي الميليشياوي تواجد في لبنان وبلش يهدد سفاره المملكه العربيه السعوديه في بيروت وسفير المملكه سفير خادم حرمين الشريفين في بيروت وايضا كل من منسوبي السفاره، وايضا كمان قال انه مش بس هو عم يهدد السفاره السعوديه في لبنان وكل السفارات في العالم السفارات السعوديه. بالتالي يعني هذا الشخص الإرهابي المطلوب، وشفنا عدد أكثر من المطلوبين في المملكة العربية السعودية وهم سعوديين وفي منهم بحرينيين يأخذون للأسف لبنان ملاذا لهم. وهون الحكومة اللبنانية الآن أن تكون يعني أن تكون واضحة وصريحة، لأنه وزير الداخلية دعا العدد من الإجراءات لكن إلى الآن لم يكون ولا إجراء يعني أخذ بصراحة إجراء صارم لحد هلا. ما توقف هذا الإرهابي وغيرهم أصلا من الإرهابيين، ما حدا منهم توقف، بس سمعنا إجراءات من وزارة الداخلية لكن لم يتوقف حدا منهم. وهول المجموعة بصراحة كملة موقوتة في لبنان، لأن هول المجموعة بصراحة مجموعة إرهابية، شفنا صورهم مع أسلحة ومع مقاتلين، وأيضا يعني مش معقول يكون لبنان أو الضاحية الجنوبية تصير يعني للأسف ملاذ آمن لهؤلاء المطلوبين الإرهابيين الفارين من العدالة. وهؤلاء طبعا مطلوبين دوليين لأن هؤلاء بطعم إرهاب. هلأ الشيء يعني على لبنان أيضا أخذ الحيطة والحذر، وأيضا الحكومة اللبنانية الآن في إحراج هذه حكومة ميقاتي. ماذا ستفعل بعد التهديد؟
وشفنا احنا بالسيد بعدد من المؤتمرات بما يسمى عصابة المعارضة السعودية كانوا عم يعملوا احياء لذكرى علي ارهابي نمر النمر، وايضا الى لا لا في لبنان، في لبنان. طبعا طبعا ويسؤون ويحرضون على دول مجلس التعاون الخليجي، وايضا يدعمون ايران، وطلع هذا الارهابي علي هاشم يعني عم يقول ادعم ايران وادعم الحوثي وحزب الله وانصار الله، يعني كل هؤلاء الميليشيات الارهابيه عم يدعمهم. يعني بالتالي هذه المؤتمرات يعني يلي تشير الى الارهاب، تشير الى العداء مع المملكه العربيه السعوديه، مع دول مجلس التعاون الخليج. لبنان بصراحه بالغنى عنا، ولماذا لبنان؟ يعني لماذا لبنان اليوم هذا التوجه من ايران تاخذ لبنان ساحه صراعات؟ للاسف مش بس هو لا ما يسمى المعارضة السعودية، أيضا يوجد قنوات تلفزيونية مثل ساحات المسيرة وغيرها، قنوات حوثية إرهابية تبث من لبنان، من دير حسن، من ضاحية الجنوبية، تسيء إلى دولة الكويت، إلى البحرين، إلى المملكة العربية السعودية. فيعني يجب على الحكومة اللبنانية أن تكون واضحة بالإجراءات التي تأخذها. لماذا لا تسلم الحكومة اللبنانية هذا المطلوب وغيره إلى المملكة العربية السعودية؟ يعني للأسف يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف عام 1961، بس للأسف الحكومة اللبنانية هي غير قادرة برأيي الشخصي، وهي أضعف ما تسلم أو تواجه، لأنه تحت سيطرة مجموعة أو ميليشيا أمر واقع. بالتالي يعني اليوم هذه المبادرة الكويتية المهمة والتي سعت إليها أصلا الحكومة اللبنانية ليرجع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب على حكومة الرئيس مقاطي أن تكون صادقة مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الكويت. يعني الكويت مشكورة عملت هذه المبادرة، بس إذا اليوم الحكومة اللبنانية لم تسلم هؤلاء المطلوبين فهي غير صادقة مع المبادرة الكويتية بصراحة. أبيك تأكد المعلومة، هل قام حزب الله بتدريب الحوثيين على الصواريخ وعلى الأسلحة في لبنان ونقلهم إلى اليمن؟ أستاذ الكريم، لما عندما علي هاشم هذا الحاجي الإرهابي يعني أخذ صور ونشرها على تويتر وراء صواريخ ومسيرات ومع مقاتلين يحملون السلاح، بالتالي يعني هذه مش بس يعني على الحوثيين وغيرهم من جنسيات ومرتزقة وإرهابيين وحاقدين على الأمة العربية والإسلامية. يعني تم تدريب الحوثيين في لبنان في معسكرات حزب الله؟ بصراحة الجنسيات ما بعرف لأنه ما كنتش موجود، بس أنه اليوم لما يكون في يعني صور عديدة لمجموعات إرهابية من مطلوبين من دولهم وموجودين في لبنان، وأيضا يعني علي هاشم الحاجي فضح أصلا حزب الله، فضحهم بالصور اللي نشرها على تويتر، اللي نشرها هو مع أسلحة، يعني أسلحة بالصواريخ، في وراء صواريخ وراء مسيرات وراء يعني أسلحة ثقيلة جدا، بالتالي هو فضحهم، يعني هو يعني عباله انه هو عم هدد المملكة العربية السعودية، لكن الله فضحه وفضح من وراه بصراحة. هذه الصور وهذه الصور توثيق يعني توثيق للمجتمع الدولي وتوثيق لكل الدول العربية ولكل المؤسسات الدولية للجامعة الدول العربية ايضا وللأمم المتحدة. ممتاز اخوي طارق، طالبت في تغريدة لك، طالبت باعتقال كل ما يسمونه معارضين والهاربين من المملكة العربية السعودية بالخارج، لماذا طالبت باعتقالهم؟ أستاذي الكريم، ببساطة كل شخص يعادي دولته، وطنه، أرضه، يلي ترعرع بهذه الأرض، فهؤلاء العصابة ما يسمون عصابة المعارضة السعودية الذي ترعرعوا في المملكة العربية السعودية وعاشوا في المملكة العربية السعودية وقدمت المملكة العربية السعودية الكثير لهم ولعائلاتهم، فهؤلاء عندما يعني يتعاملون مع ميليشيات إرهابية تابعة لإيران أو تابعة للإخوان المسلمين أو تابعة لأي فصيل، فهؤلاء أخوانا ويجب النيل منهم بالقانون والقصاص منهم بالقانون، وكل خائن معروف يجب أن يتحاسب وحسابه لازم يكون عسير، ويجب أن يتحاكمون يعني على شرع الله وعلى القانون، لأن الخائن ليس له ملة ولا دين، الخائن ليس له يعني هوية، هؤلاء أخوانا وهؤلاء مش بس عم يضروا بالمملكة العربية السعودية ولا بدول مجلس التعاون الخليجي ولا بدولهم، عم يضروا بالأمة العربية والإسلامية، بالتالي يجب على دولهم محاسبتهم والقضاء عليهم وأيضا النيل منهم، وهيدا طبعا ضمن شروط يعني عم نحكي ضمن شرع الله، شرع الله هؤلاء أخوانا، هؤلاء دول الغير ما لازل لهم.
مو أخي طارق يمكن يكون لرأي ثاني يقول لك تعال يا أخي هذه حقوق إنسان ومنظمات العفو الدولية لهم الحق في المعارضة وما إلى ذلك، ماذا ترد على مثل هذه المنظمات اللي تقول إن هذول معارضين لهم الحرية الكاملة في أن يقوموا بما يشاؤون؟ يعني بدي أشكرك على هذا السؤال الجميل جدا يعني الراقي جدا. عندما يخون أي شخص بلده لا يوجد حقوق إنسان، الخائن خائن، بالتالي هؤلاء عم قدموا خدمة إلى الإرهاب العالمي. إذا المنظمات الدولية والحقوقية بدها تدافع عنهم، بالتالي هذه المنظمات عم تدعم الإرهاب، وبالتالي هذه المنظمات عم تعطي كريدت وعم تعطي يعني دافع لقدام للمنظمات الإرهابية لتتكاثر. نحن اليوم كشباب عربي وكعائلات عربية في الأم والأمة العربية والإسلامية لا نريد إرهابيين ولا إرهاب، ونريد محاسبة كل إرهابي وكل خائن. فبالتالي كل شخص عربي خليجي، أي شخص بيشتغل ضد دولته مع ميليشيات إرهابية تحت أي مسمات، الحوثي ولا أي مسمات، هؤلاء خونة، هؤلاء يجب محاسبتهم، لأنه هؤلاء بيضروا بجيلنا الصاعد، بأطفالنا، بأولادنا، بأجيالنا الصاعدة. هؤلاء قنبلة موقوتة في العالم العربي والإسلامي، وشفنا احنا بالسابق شو عملوا هؤلاء المتأسلمين ولا جماعة، شفنا شو عم يعملوا، شفنا شو لوين وصلوا يعني بالأمة. نحن نريد أن نرسخ الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، وأيضا المبني على الإنسانية، لأنه ديننا دين اعتدال ودين وسطية ودين محبة ودين سلام، مش دين إرهابي وخيانة وغرف سوداء. ممتاز. يعني برجع للشأن اللبناني، يقال أن هناك مفاوضات ما بين حزب الله وإسرائيل بشكل مباشر، بس تؤكد لي هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ بالحقيقة سيدي الكريم، نحن اليوم يعني في لبنان ما عم نعرف بالضبط شو عم يصير بالمفاوضات، بس اليوم لما فريق اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون وفريق تيار وطني الحر، وأيضا يعني ممثل بنائب رئيس مجلس النواب الوزير بوصعب، هو من فريق ميشيل عون وهو من فريق تيار وطني الحر وهو حليف لحزب الله، بالتالي هذه المفاوضات إذا ما كانت مباشرة هي كانت يعني من الخلف موجود هذا الحزب وفي الواجهة موجود التيار الوطني الحر، بالتالي يعني لازم إني يقولون شو عم يعملوا. وأنا كمان هون يعني بدي أعطي شغلة للتاريخ ولكل المشاهدين، يعني على أساس بقول لنا حزب الله أنه يعني العدو الإسرائيلي وأيضا ميشيل عون وإلى الآخر، لكن يعني أنا مش عارف كيف بمفاوضات عم أقوله التفاوض مع إسرائيل وحقل قريش في حقل كريش النفطي في إسرائيل، هو في فلسطين، هذه أراضي فلسطينية. يعني لماذا هؤلاء الذين يدعون العفة في دول العربية والإسلامية ويدعون أنه محاربة إسرائيل، وللأسف ينسي أنه هذه الأبار النفطية هي ملك لفلسطين مش لإسرائيل، بالتالي هؤلاء عم يعملوا اعتراف غير مباشر بالكيان. يعني هناك مفاوضات بين إسرائيل وحزب الله على حقول النفط والغاز البحرية، يعني هناك بصورة غير مباشرة، يعني لما بغير مباشرة وليست مباشرة. الوزير لما اليوم الوزير بصعب يكون عم مفاوض، المفاوض الأمريكي هو حليف حزب الله، بالتالي يعني لماذا لا يوجد لجنة عارف كيف مصغرة من كل الطوائف والأديان في لبنان؟ يعني هناك مفاوضات، في شيء من تحت الطاولة طبعا. ممتاز. نشر كتاب أن حزب الله وافق على استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء من إسرائيل اللي يعتبرها حزب الله عدوة، ما صحت هذه المعلومة؟ للأسف يا أستاذي الكريم أنه نحن في لبنان يعني معظم الأحزاب وحتى حزب الله شاطرين بالهوبارات على الطريقة اللبنانية والشو أوف والشعارات. يعني اليوم الشعب اللبناني بيوقع تحت أزمات، يعني أزمات اقتصادية، لا يوجد كهرباء ولا ساعة بال 24 ساعة. يعني اليوم لما بيطلع حسن نصر الله بقول لك يعني سوف نصمد سوف نقاتل، وازرعوا على سطوح المنازل فواكه وخضار. شو بده يزرع الشعب اللبناني؟ الشعب اللبناني بموت جوعا، الشعب اللبناني يعني مل من الشعارات الفارغه والكاذبه. الشعب اللبناني يا استاذ محمد فرغ من لبنان، يعني الشعب اللبناني عم يموت بالبحر، عم يطلع بمراكب
عم يهرب على اوروبا وعم يموت بقلب البحر من يعني. وهلا في مراكب اصلا عم تفتش، جابوا غواصه من برا لتفتش على رفات شهداء استشهدوا بمركب بقبال طرابلس من حوالي 3 اشهر وما حدا سال عنهم. في لبنان لا يوجد حقوق انسان، في لبنان لا يوجد حريه الراي والتعبير، في لبنان يوجد عبارات من مجموعه منظومه ميليشياويه هيك مفاسده عم يعني عم تقضي على الشعب اللبناني ببساطه. الجوع يعني الجوع نقر بالشعب اللبناني. يعني نؤكد على معلومه ان الكتاب قد يكون صحيح او غير صحيح، لكن هناك ما شيء تحت الطاوله وسينكشف خلال ايام القادمه. اكيد اكيد استاذي، يعني ما شفنا شيء نحن وعد فيه حزب الله الا يعني بالصراحه ما كان صحيح. شفنا على موضوع المازوت، قال بدي غرق لبنان في المازوت، هو جاب مازوت يمكن عطى جماعته يمكن شي باقره بس، لكن كل المازوت بيعه بفرش دولار وبعته على ايران. يعني بالتالي هذا كله عبارات وكله شعارات كاذبه للاسف. واللبنانيين مثل ما بقولوا يعني بيغرقوا بشبر مي للاسف يعني. للاسف طبعا. زين نتكلم عن تعرف المفاوضات على الاتفاق النووي، البعض يعتقد انها قرب، هناك مفاوضات قد يكون هناك في اتفاق مع ايران على موضوع الاتفاق النووي. اذا تم هذا الاتفاق وهناك تبادل سفراء بين الكويت والإمارات مع إيران، عودة السفراء، هل تتوقع لو تم توقيع هذا الاتفاق النووي وعودة السفراء أن إيران سوف توقف التدخل في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتوقف دعم كل الميليشيات الإرهابية؟ أنا بدي أسأل هذا السؤال يا أستاذ الكريم إلى المشاهد العربي والخليجي، يعني هل حدا يوثق بإيران؟ هذه المجموعة يلي بتحمل أيديولوجية متطرفة جدا ورهابية، يلي يعني شفنا شو عملوا بالعراق وبالكويت وبكل الدول العربية، يعني كيف بدنا نتفاهم مع أشخاص وقالها مرة سموه الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كيف عم يتشاور بيتفاهم معهم يعني يحملون فكر وفكر ما بعد يعني تفاصيل يعني لا يعني لا يقبل العقل بصراحة. إيران للأسف قائمة على يعني على القتل وعلى الإرهاب وعلى العنف لتثبيت حكم المرشد ولتثبيت حكم الملالي. يجب على النظام الإيراني وحرس الثوري الإيراني أن يعني يعمل بالتقية. ماذا هي التقية؟ التقية عبارة عن إظهار ما هو عكس ما هو داخل. شفنا إيران يعني من عام 1900 ولما اجت يعني من عام 1900 وبتصور 72 او شيء عندما بدات الثوره الايرانيه بدات الاغتيالات وسجل بتقارير صحفيه موثوقه ب 40 دوله بعد 360 اغتيال. هذا نحن اللي عرفناهم طبعا كصحفيين كعالميين. ايران قائمه على الاغتيالات على القتل على الدمار على يعني على حلم فارسي و يعني يعتقدون ان حلمهم بامبراطوريه بني فارس بدها ترجع تقوم. هذه باعتقاداتهم الدينيه يعني، وهي طبعا مش حتصير. بالتالي ايران مهما حاولت هي مذهبيه للاسف وما برهنت ولا يوم انه هي شقيقه للدول العربيه او يعني بصراحه تمد يدها للدول العربيه. يعني شفنا تصريحهم شيء وشفنا على الأرض والاغتيالات والأمشيتين والإرهاب. بعدين إذا بدنا نحكي على عفوا على الإرهاب، من أكبر ناس داعمين للإرهاب؟ القاعدة، تنظيم القاعدة يعني كشفت الأسرار كلها أنه بن لادن وغيره كانوا قاعد عندهم من يضربوه. فكل يعني للأسف يعني كل الإرهابيين بالعالم من سنة للشيعة عم نشوفهم عندهم، يعني هن عم يضربوا عندهم وعم يجلسوا عندهم. ممتاز. السؤال الأخير موجه لك أخوي طارق، صحت المعلومات انك تعرضت للتهديد بهدر دمك، خلمنا على هالموضوع هذا. استاذ الكريم نحن لبنان للمشكله، يعني بدك تقول كلمه الحق، عرفت كيف علي؟ نحن ما بنشوف بصراحه، هيدي كل العالم بتعرف شو بصير بلبنان وكيف الاعلاميين انا وغيري والصحفيين كيف متعرضين لمراهقات ولعدد كبير يعني من الاذيه، وطبعا توثق كثير بمؤسسة سميرة قصير لخاصة للإعلاميين والصحفيين كيف يعني الصحفيين يتعرضون للإرهاب. نحن بتعرف في لبنان يعني الذي يقال كلمة حق ببلشوا بيتنمروا على، أول شيء تنمر، بعدين ترهيب، بعدين هجوم،
وتعرض لهجوم جسدي، وطبعا مسابي بكل مطرح تعرض فيه يكون فيه كاميرات والقوى الامنيه تسحب الكاميرات، وللاسف ما نوصل لشيء. بالتالي نحن مستمرين بعملنا العربي الشفاف على الصحف والاعلامي من دون شؤوف ولا طالب اصلا يعني لا شكر من احد ولا شيء. هذا واجب ان نكشف الضالين، نكشف الارهابيين، لنحافظ على لبنان سيد حر مستقل. بدي ارجع على موضوع كثير مهم وهو على الارهاب. من يحارب الارهاب في كل الدول العربيه والاسلاميه، اول دوله حاربت الارهاب هي المملكه العربيه السعوديه. يعني حاجة هذه المنظمات الدولية والحقوقية يتغنوا على موضوع الإرهاب ولا غيره. الإرهاب المملكة العربية السعودية أنشأت التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. جاء تشكيل التحالف بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وطبعا أعلن عنه صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد حفظه الله في ديسمبر عام 2015، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب. والرؤية الاستراتيجية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الريادة العالمية في محاربة الإرهاب والشريك الأول في الجهود الدولية لحفظ الأمن والسلام الدولي. مهمة التحالف الإسلامي يا سيدي مهمته كتير كبيرة، مهمته التنسيق وتوحيد ودعم الجهود والعمل على 4 محاور، اللي هو يعني تنسيق وتوحيد الجهود الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية للدول الأعضاء. وهذه المبادرة بصراحة يعني التحالف العين فيها بوجود طبعا قادة طبعا على رأس التحالف وطبعا أمين عام التحالف اللواء الركن محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام المكلف وجميع العاملين بالتحالف، بصراحة يعني يتمتعون بمنقبية عالية وشفافية وطبعا وشغل جاد وخبرة كبيرة بمحاربة الإرهاب. ف يعني من يحارب الإرهاب هي المملكة العربية السعودية، وحاجة ولا دولة تتغنى بقى ويعني تقلنا نحن عم نكافح الإرهاب. لا، يعني يلي بده يلزق فينا كلمة إرهاب، لا، هذا التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة ويضم يعني فريق عمل كبير من منسبي التحالف بس لمحاربة يعني الإرهاب، لنؤكد أنه السمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد رؤيته وضمن رؤيته 2030 هي المحافظة على الأجيال الصاعدة من الإرهاب والعنف وهذه الأفكار التكفيرية والإرهابية. ممتاز الأستاذ طارق أبو زينب الخطاب، شكرا لك على هذا اللقاء، وعسى الله يحفظك ونشوفك في حلقات أخرى بإذن الله. حفظك الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية برنامج ديوان الملة، مع السلامة.